الدخون اللي احنا عم نقدمه اليوم من سمات اهل الخليج، مين فينا ما بيحب ريحة الدخون العطرة؟ مين فينا ما بيحب يدخن بيته او حتى يدخن ثيابه؟ مين فينا ما بيعتقد اكشلي ان الدخون بيشيل عنا العين والحسد؟ طبعا أوكي. انا بعتقد احنا كلياتنا بنحب عن جد ندخر بيتنا لحتى نحس ريحة كثير حلوة، ونحن معروفين اهل الخليج، يعني اهل الخليج كلياتهم معروفين بكرم الضيافة وقديش الدخون يعتبر شيء كثير ضروري بحياتنا، خاصة اليوم انا عم بحكي عن كولكشن كثير مميز من أصغر علي وهو خاص لشهر رمضان الكريم. فعلا ميسا، وزي ما بنشوف هنا إن هي بخور حلو جدا لشهر رمضان المبارك، فكرة هدية رائعة بالأشكال، ما نقدرش نتخيل إن دي دخول أو حتى بخور، شكلها زي ما قلتلك عاملة زي الشوكولات، عاملة زي الشوكولاتة، قد إيه جميلة، بالإضافة كمان لباكجينج رائع زي ما بنشوف هنا إنه قد إيه حلو زي مصباح علاء الدين والتفاصيل وطبعا الصناعة اليدوية. وهنا بنشوف إنه ميسا طبعا بتستمتع زي ما كل يوم بتجيلنا العباية أو ريحة الجلابية وحتى شعرها كلها ريحتها دخون، فطبعا دي ميزة جميلة جدا كل شخص هيحصل عليها النهاردة مع المجموعة اللي احنا بنقدمها من أصغر علي. خلينا نحكي كمان ونذكر كل عم يتابعونا، إذا أنتم ما بتعرفوا هذا البراند، هذا البراند قديش مهم وقديش أنه حكوا عنه في كتير من المجلات العالمية والمحلية كمان. خلينا هون نشوف رانيا مع بعض ونستعرض، يعني بنلاقي أنه كل المجلات تقريبا عملوا فيتشر لأحدى من العطور اللي قدموها، وطبعا كل العطور تبع أصغر علي بمجرد ما نقدمها على طول بتصير out of stock، قد ما أنها عن جد كواليتي كتير حلو، كل المكونات اللي بيستخدموها كلياتها مكونات طبيعية، وغير هيك الجوائز شوفي قديش الجوائز، ويعني فروعهم معروف عنا أنها بتقدم دايما أفخم الأشياء. نحن عم نقدم اليوم 2 sets بجننوا، لازم نعرف كل اللي عم يتابعون عنهم اليوم، عم نحكي عن مجموعتين كتير حلوين، خلينا نشوفهم مع بعض. أول شيء هو بخور ميسرة، بخور ميسرة مثل ما شايفين طبعا جاي مع مبخرة علاء الدين المصباح السحري. أوكي كمان رح نشوف معه أنه في عنا البخور اللي هو بخور ميسرة 180 جرام وفي 30 ملي من العطر المركز. أوكي رح ننتقل مباشرة إلى بخور الخلود اللي نحن مقدمين اليوم 80 جرام من البخور والمبخرة، طبعا ما تنسوا ان رقم المنتج كمان بتشوفوه بيسار الشاشة، والحلو كمان ان احنا مقدمين الاثنين مع بعض، فيهم يشتروا الاثنين مع بعض. رانيا يعني قد ايه فعلا عرض رائع جدا انتوا بتحصلوا عليه النهارده من مجموعة اصغر علي، ودي اللي لقيت نجاحات كتيرة جدا في سيتشرز تي في. هنا بنتكلم على اول مجموعة وهي مجموعة طبعا الكومبو اللي احنا بنقدمه ضمن فرصة الاسبوع، رقم المنتج زي ما احنا بنشوف على الشاشة، بالاضافة انه سعره 369 ريال سعودي بدل سعر 465 ريال سعودي، يعني توفير 20% وسعر رائع لمجموعتين هتجمل شكل البيت. صح. والبخور والريحة الجميلة اللي احنا شمينها انا وميسا قد ايه هتكون رائعة. انا سو اكسايتد لانه رانيا كتير مش الفيل تبعها انه الدخول والروائح الخليجية، يمكن انا لاني مولودة في الامارات فالي كتير بهيدي الروائح، بس انا بحبها على فكرة. بدي اياكي تحكي لي عنها. ماما كل اسبوع كل جمعة لازم تحط والله البخور وريحة العود. طب يلا. علشان خاطر ريحة البيت طبعا بتكون اكيد جميلة. هنا بنتكلم على اول جميل. مجموعة وهي مجموعة ميسرة، زي ما احنا بنشوف ان التفاصيل بتاعتها حلوه بدايه من الباكجينج قد ايه رائع، شفنا ان البخور زي ما قلنا عامل زي الشوكليت، هنا كمان في قطعه من بس ما تاكلوها يعني فعلا هم مركزين في كل التفاصيل، والعلبه نفسها من الخارج قد ايه شكلها حلو، لو احنا نقدر نقفلها بالشكل ده بتكون حلوه، بوكس جميل جدا فعلا، فكره هديه رائعه. واو. وهنا يعني بصي التصاميم كلها اللي هي صناعه يدويه في كل حاجه هم بيعملوها قد ايه حلوه. كمان هنا المبخره اللي بنتكلم عنها لشبه مصباح علاء الدين، كل التصاميم والتفاصيل الموجودة عليها اللي هي اللون الذهبي المدي على ذهب زهري مع اللون العاجي، وكمان التفاصيل الحلوة الدقيقة اللي احنا بنشوفها قد ايه جميلة من الداخل، كمان المساحة بتاعتها حلوة واللون الذهبي، وكمان فيها اللي هي المصفة، فبنشوف انه يعني كل حاجة معمولة ومظبوطة من ماركة اصغر شغل علي. شغل يدوي. اوكي بدي بس هون اولع لك الفحمة. يلا. اوكي بدي احكي لك شغلة so funny actually صارت معي. اوكي طبعا رامي لما اجى فرجاني هون البخور اوكي فكرت انه شوكليت وفتحه وكان بدي اكل، فبليز ما تفكروا انه شوكليت، بدي اياكي بهالاسماء. هي فعلا يعني فكره جديده انا بشوفها مش متناوله في السوق، لفكره البخور عاده بتكون يا اما سايبه يا اما بتكون مجمده، لكن هنا معموله بشكل انه فعلا يعني ما تنفعش غير ان هي تكون هديه.
او حتى الديكور حلو جدا في البيت عندك، يعني قد ايه بيكون جميل حتى يكون عندك ضيوف تقومي حاطه في المقهره الجميله اللي شبه مصباح علاء الدين، تقومي حاطه البخور وبتستمتعي باحلى ريحه واحلى انا بدي اياكي تشمي العطر اللي نحن مقدمينه اليوم، هو 30 ملي من العطر المركز. بدي افرجي كل اللي عم يتابعونا ان هيدا العطر موجود جوا الباكجينج، خلينا ناشر عليه رانيا لحتى يشوفوه. اهو هنا هو هون. اوكي، هيدا العطر بيساعدكم ان انتم تثبتوا ريحه الدخون عندكم في ملابسكم وفي البيت لفتره طويله. دي قطعه الذهب اللي انا بتكلم عنها، ان هي فعلا جميله، وحتى كمان برضو انه التفاصيل بتاعتها حلوه، انا دايما بحب ارشها هنا. ما بقى على فكره طبعا معروف كل المكونات، واو جميل، ريحه فيري سترونج، كل المكونات اللي بيستخدموها اصغر علي كلياتها مكونات طبيعيه من سويسرا. نحن عم نحكي هيدي المره مجموعه اللي نحن مختارينها لكم. انا محضره لك شغله رانيا ومحضره لكل الصبايا، يمكن هيدا شيء بحث انا سويته واكتشفت انه في طريقه بيتبعوها لحتى يثبتوا ريحه الدخون. لهالسبب هم اكشلي رافقين هيدا العطر بالمجموعه. هيدا العطر خليني اقوم لحتى افرجيكم. اوكي كيف طريقه اوكي استخدام، شو رايك لحتى نجهز اغراضي نشوف المكونات؟ يلا نشوف مع بعض كل المكونات. المكونات اللي احنا بنتكلم عنها في البخور هي طبعا رائعه جدا، زي ما قلنا ان هي مصنوعه اصلا من المكونات الطبيعيه اللي هي اساسا من سويسرا. وبنشوف هنا المكونات، اول التوب نوت او الريحه الاولانيه اللي بتشموها القرفه، الزعفران وجوز الطيب، الهارت نوت وهي الورد، وكمان زنبق الوادي بالاضافه للباتشولي، وكمان البيز نوت وهي الريحه اللي بتثبت الاخيره هي ريحه الفانيليا مع ريحه العود بالاضافه للعنبر. يعني بتجمع ما بين ريحه التوابل والورود، وفي نفس الوقت كمان بتجمع ما بين ريحه الاخشاب وايضا الدخون الحلوه اللي احنا بنحبها. ويلا ورينا الارتباط يلا ما بين البخور. انا قال لكم شو الارتباط ما بين البخور. اول شيء هم عاملين باكج كتير كامل، عاملين المبخره بهيدي الطريقه انها تكون مسكره، بحيث لو حطيناها تحت الثياب، حطيناها مثل ما شفتيني حوالين شعري، ما بتحرق اي شيء. وطبعا عم نشوف هيدي النماذج بس مش بهيدا الشكل، طبعا معروف اصغر علي بالتفكير والدقه باهم التفاصيل. هون مثلا اذا الست مثلا حابه تدخن ثيابها شو بدها تعمل، او حتى الرجال يوم الجمعه قبل ما يروح على الصلاه، بتنحط المدخنه تحت الملابس. وطبعا اذا مثلا ملابس منا طويله وعندنا فساتين قصيره كمان رانيا وحابين ندخنها، فينا نحطها بالدولاب من تحت. شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ هذا العطر المركز ونرشه بشكل عام على ثيابنا، خليه يعني ياخذ ريحه الدخون. يا عيني عليكي، بنخليه هيك لحتى الفحم يطفي لحاله، وشموا وعيشوا اللحظه وشوفوا الاثر اللي احنا مقدمينه. هي اساسا بتكون ريحه منعشه جدا، وطبعا بتجنن. يعني السعر الرائع اللي احنا بنقدمه النهارده للمجموعتين مع بعض بالشكل الرائع، بنشوف هنا المجموعتين بنقدمها بسعر 369 ريال سعودي بدل سعر 465 ريال سعودي ضمن فرصه الاسبوع 7 دي ديل، واللي بيكون عليها تخفيض 20%. شايفين شكل المبخره والعطر والدخون قد ايه حلو جدا، فكره هديه رائعه خاصه شهر رمضان المبارك. يعني بيكون عندنا الافكار اللي احنا عايزين نقدمها بتكون محدوده قوي، لكن فكره اصغر علي اللي احنا بنقدمها النهارده اكيد ما فيش احسن منها. اكيد طبعا. وهلا راح احكي معكم عن البخور الثاني اللي احنا مقدمينه، هو بخور الخلود اللي شايفينه هون قدامنا. طبعا اذا بدنا نحكي نحن عم نحكي عن كواليتي جدا عالي، 80 جرام من بخور الخلود اللي جاي باكجينج كثير حلو. شايفين طبعا الباكجينج بيناسب ان هو يكون هديه. العلبه غرام، يعني مهما ان انتم تستخدموا العلب تبع عطور او دخون اصغر علي لازم تخلوها عندكم كقطعة ديكور، مستحيل ترموها. عنا هون هيدي العلبة، بس نفتحها رح نشوف ان الدخون جاي بشكل مختلف شوي، عن جاي هيك على شكل معمول. اوكي دخون على شكل معمول العجوة. اوكي ايوة. وهون التصميم الكلة شايفينه هون كتير حلو. اوكي وعن جد فينا نحن نخليه كجار عنا نحتفظ باشياء كثير مختلفه. واذا بدنا نحكي رانيا عن المبخره بحد ذاتها، المبخره كمان جميله جميله وتقليديه، حلوه الورد، حلوه حق الميلس، حلوه حق يعني حق مثلا غرفه النوم، عروسه جديده، انا ما بعرف ليش اتقلب لسيده خلاص ارتبطتي بالثقافه هون كمان.